خلينا نشوف بقى نشرة أخبار جرى إيه عندنا فيها إيه النهاردة. أول خبر من وزارة الصحة والسكان، واللي كانت أعلنت إمبارح عن تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفاة 10 حالات، وخرج من المستشفيات حوالي 55 متعافي وبعد ما خفوا تماما. إجمالي بقى عدد المصابين بفيروس كورونا دلوقتي وصل ل 104,648 حالة، منهم بقى 97,743 حالة شفاء و 6,062 حالة وفاة. هنفضل نأكد، ناخد بالنا كويس جدا 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 من نفسنا، ما نهملش موضوع لبس الكمامة خاصة لكبار السن. حتى لو نازلة لأهية في مشوار تحت البيت وتطلعي، أرجوكي أو أرجوك البس الكمامة وحافظ على نفسك واحمي نفسك من الفيروس. على طول تغسل إيدك بالماء والصابون طول الوقت. لو أنت في الشارع يبقى خلي معاك مطهرات أو كحول دايما يكون متواجد على في إيدك، يعني طول الوقت بتنظف بيه. في نفس الوقت ما لو انت حاسس ان ايدك مش نظيفه او اتلوثت، على طول تكون واخد بالك كويس جدا ان انت ما تحطش ايدك على وشك او تاكل حاجه بايدك او حاجه. لازم تاخد بالك او تاخدي بالك كويس جدا 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 جدا، واعملي اللي عليكي، يعني خدي بالك من نفسك واعملي اللي عليك او اعمل اللي عليك علشان خاطر تحمي نفسك من خطر الاصابه بفيروس كورونا. برضو أعضاء الدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية انتخبوا امبارح دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية لرئاسة الدورة. دي كده الأخبار اللي ليها علاقة بوزارة الصحة. عندنا خبر من وزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت أعلنت أن الوزارة هتوفر في المستقبل زي كارت كده ذهبي لكل المسنين وكبار السن علشان يبقى بسهولة جدا يقدروا ياخدوا الخدمات الخاصة بيهم، زي مثلا الإعفاء الكامل من تكلفة المواصلات العامة للمسنين فوق 70 سنة، كمان التخفيض بنسبة 50% للأشخاص أو للمواطنين اللي سنهم فوق 60 سنة. فيبقى في كارت ذهبي كده يوفر لهم ده، أنا معايا الكارت خلاص هقدر أعمل اللي أنا عايزه بسهولة، أو هحصل على الخدمات الخاصة بسهولة اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن والمسنين. تعالوا نكمل الأخبار اللي معانا النهاردة. ومبارح دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أعلن أن الخدمات الحكومية المتاحة على منصة مصر الرقمية هتكون متاحة كمان من خلال أبليكيشنز الموبايل خلال شهر نوفمبر اللي جاي. كمان هيكون في خدمات للمواطنين اللي هم مش قادرين او مش عايزين يتعاملوا مع التكنولوجيا، هتكون ده من خلال مكاتب البريد او من خلال مراكز اتصال بيتم اعدادهم دلوقتي، يعني عشان يعملوا الخدمات دي بالنيابة عن المواطنين. طبعا يعني مع أزمة كورونا الفترة اللي فاتت وبدأنا ان احنا نستخدم اونلاين او بدأنا ان احنا نتعامل مع التكنولوجيا بشكل زي ما بقول ايه اعتمدنا عليه اكتر بشكل كبير عن الاول، بقى فكرة ان انت قاعد في البيت مش هينفع تنزل، فبقى كل حاجة دلوقتي التكنولوجيا هي بقت رقم واحد. فاحنا بنتحول دلوقتي زي ما بيقول، بقت كل الحاجات نتحول ان احنا ما ننزلش نعمل بقى الحاجات دي كلها بنفسنا، لا نتحول ان احنا فكرة تعمل ده وانت قاعد في بيتك بابليكيشنز بمنصات زي ما هو بيقول دلوقتي دكتور عمرو طلعت. فيعني التحول ده مهم قوي قوي وهيفيدنا قوي. الوقت يا جماعه اللي بنضيعه في مشاوير او رايح جاي في مواصلات او حاجات زي كده، يعني عايز اقول لكم العالم كله كده اصلا، يعني احنا يمكن الازمه بتاع كورونا دي خلتنا نتحول بشكل اسرع، فده شيء ايجابي كويس جدا 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 جدا. يا رب ان شاء الله تكون على خير، وكلنا نبدا نتعود على ده، نتعود على فكره ان انت تعمل كل الخدمات بتاعتك دلوقتي او تعمل كل حاجه عن طريق الانترنت او اونلاين. يعني
من الأخبار الحلوة برضو المهندس كامل الوزير وزير النقل قال إن الانتهاء من القطار الكهربائي السريع هيكون في نوفمبر سنة 2022. القطر بقى هيربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة كلها بشبكة سكة حديد سريعة، وهتنقل حوالي 500,000 راكب كل يوم من بقى العين السخنة والعلمين والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. مشروع ده لو أنا عمال بحلم بيه كده أشوفه قدامي، فعلا من مشاريع مهمة جدا 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 جدا، مشاريع اللي بتنمو بسرعة جدا جدا في كل حتة في مصر دلوقتي. يعني بحس أنا عايز أشوفها بسرعة، يعني بشوفها بيبنوا مثلا منطقة مثلث ماسبيرو أو الحاجات دي، بحس أنا عايز أشوف النتيجة بسرعة، بس متأكدة أنها تكون نتيجة عظيمة بإذن الله وفي صالح بلدنا يا رب، وفي صالح كمان السياحة لبلدنا.